فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أراد النوم وغطى جميع بدنه بلحاف حتى رأسه وحتى رأسه، فهل يوخر؟ يوخر القطع عن رأسه، إذا نسي يوخر ولا عليه شيء، أو كان جاهلا وعالم أنه ما يجوز تغطية رأسه يزيله ولا عليه شيء، يعذر بالنسيان وبالجهل. نعم. وإذا كان يحتاج إلى الغطاء برد، يحتاج إلى أنه يغطي رأسه يغطيه، عليه الفدية، يصير مثل الحلق للحاجة، مثل الحلق للحاجة يغطيه عليه الفدية. نعم.